في وقت تسعى فيه الحكومة للتقليل من تكاليف واردات الخشب التي تعادت 530 مليون دولار، يسعى مصنعون وشركات متخصصة في التجهيزات الخشبية ومدخلات إنتاج الأثاث والإكسسوارات المشاركة في المعرض الدولي للخشب لتكون بديلاً لعدد من المنتجات المستوردة وبجودة عالية ترسمت آثارها في مبنى جامع الجزائر وعدد من الهيئات الرسمية. حقيقة أي خدمة ولا أي عمل قبل ما نبدأوها عندنا مراحل يمر بها. المرحلة الأولى اللي هي لا كونسيبسيون اللي نديروا التصميم تاع الشيء اللي راح نخدموه، من بعد التنفيذ يكون سواء باليد يدويا ولا افيك دي ماشين. الشركة تاعنا كان عندها شرف بها خدمنا في الجامعة تاع الجزائر، عندنا خدمنا المنبر، خدمنا الترابيس تاع الكارت كور تاع المسجد، وخدمنا بعض الأبواب كذلك. وحده كان كلف تقريبا حوالي 4 حتى 5 شهور تاع مساحة النقوش ولا لاسير فاسكولتي تقريبا 85 متر كاري. عدد القطع المكونة للمنبر حوالي 6000 قطعة. الشريعة اللي خدمناها في الجزائر اللي هي تجهيز قاعات شرفية للمطار الجزائر الدولي، مطار قسنطينة محمد بوضياف ومطار سطيف على غرار مقرات الولائية. ولأن صناعة الخشب وكذا التصاميم تتطلب اليوم وسائل وتقنيات حديثة، بغية توفير حلول مرنة ومستدامة باتت توفرها اليوم شركات متخصصة تقدم أيضا تسهيلات للناشطين في هذا الميدان، في وقت تسعى شركات أجنبية لنقل تجربتها للسوق الجزائرية. Alors c'est Infinity Pub, c'est une société, on est importateur de machines. On a les machines d'impression numérique, les machines de matériel d'imprimerie, les machines de découpe qui vont en arriver là, comme Adoma, les CNC et tout, les machines laser aussi. On a aussi le matériel de sérigraphie. Alors on a les modalités de paiement qu'on les achète carrément par paiement cash ou bien par facilité. Facilité, parce qu'on a les jeunes et tout, ils mettent 50% de cash ou 50% de modalité ou de un. Les décorations aussi, voilà. Ben les machines, tu peux les faire à côté bois et tout, oui, ils font. Qu'on a le laser ou bien normal par mèche. Qu'elle change l'état de la machine automatiquement. تسهل على الخدام شغل ما تخدوش ثاني الوقت وتسهل عليه زعما يكون اون ماتيغ يبدل اون اوتر ماتيغ يا اوتوماتيكمون تبدل لي ماش تاعها وحدها اون تات شونجونت وحدها فوالا الوغ تنتج بلوس مام السرعه تاعها يتوف سرعه الانتاج تاعها اكثر. شفنا بزاف لي ماشين باغزومبل كيما سي ان سي وبوكو بليس اني انتيريسي بلا ماشين لازر اللي تخدم بزاف ديكور على الاندياف على الفوركس كيكون لي بيسير تاعو موان سنتيم بزاف حوايج نخدموا بهم وعجبتنا هنايا ما شاء الله باسكو يساعدوا ثانيك في لو بري بارزوم دايرين بالتقسيط سون انتيري هذه فريمون اللي ساعدتنا تقدر تخلصها ديريكتومون وعندهم ضمانات خاصه واليو تروح لابونك اللي ما يحبش يروح لابونك سيميو لهنا. موريدين هي شركه وان شاء الله تكون ايضا متواجده هنا بالجزائر. والقانون الحالي في الجزائر الاستثمار بالنسبة للأجنبي 10 سنوات عدم دفع الضرائب، هذا الشيء اللي حفزه وخلاه يفكر أحسن ليكون عنده هنا سوق مفتوح إن شاء الله. نعم مش يعني هو جاء على أساس بيع، بعد ما تكلم مع مستثمرين أكثر إن شاء الله يكون هناك تصنيع بالجزائر لما لا. ولأن الجزائر ينتظر أن تكون بوابة إفريقيا للتصدير، فإن فرصا كبيرة للشراكات خلال المرحلة الراهنة يجب استغلالها للاستفادة من ازدهار سوق البناء والأثاث.